لأصحاب بعض ثلاث ارباع المدارس المحترمين، شو الوضع؟ منبيع كلوة؟ شو رأيك؟ يلا. والله أنا مغترب، ما بعرف إياه. ما عم تسمع، اليوم اللي بده يسجل ابنه بالمدرسة قد إيه صار؟ تكلفة المدارس اليوم باهظة. غالية كتير، بلا، مزبوط غالية كتير. صار اليوم بده يبيع كلوة، ما تأخذني ليعلم ابنه. صحيح، صحيح. مش بده يبيع كلوة، بده يبيع كمان أهم من الكلوة. حضرتك أنا مغترب، اسمع شو عم بقول لك الأستاذ. مزبوط، كل شيء غالي، أنا عندي بنت صغيرة، تكلف شي 2000 دولار. حضرتك كمغترب عم تسمع؟ بعرف، أنا بشوفهم قبل ما أجي لهون شايفهم. عم تجرب تساعده أو هيك عم تتفرج؟ والله اللي فيه نصيب. أكيد. الواحد ما بتقصر. ما بتقصر، ما بتقصر. اليوم الشنطة القرطاسية يعني كمان مش مقبول، كتاب 50 دولار يا أستاذ. مزبوط أكتر من هيك. حضرتك صديقه. نعم. ما بتقصر. عم تسمع بعكار. يلا شكرا لك. حبيب قلبي. شكرا. تسلم. حضرتك بالمدرسة. بالجامعة. بالجامعة. طيب لما كنت بالمدرسة كيف كانت الصوتات؟ كيف كانت الصوتات؟ كثير عالية. وهلا؟ بقى عم تعلى. قبل قبل. قبل لا كانوا عاسي. هلا اعلى من. مين عندك بالمدرسه؟ اختي. شو الوضع؟ اي صف؟ صف تاسع طالع بريفي. تاسع يعني بريفي؟ ايه بريفي. يعني طالع سكوند؟ لا هي بريفي، طالع بريفي. هي طالع بريفي؟ ايه. بطلعت او بعد؟ لا يعني هلا هالسنه تنعرف، هالسنه حتعمل بريفي. ايه. طيب قد القصد؟ القصد كان 1000 صار 2000 تقريبا. 2000 دولار بعد ما حكينا قرطاسيه، ما حكينا لا لا. الشنطه اشتريت شنطه؟ اشتريت شنطه ما بعد ما شنطتها القديمه. بس القرطاسية ان شاء الله يعني انا حاشتغل اياهم. برافو عليك حبيب. الواحد اليوم اخته بده يوقف حدا. اليوم الكتب قالت لك شيء عن الكتب؟ يمكن تبطل تدفع حقهم انت. ما تنهدت. لا انا شو اسمه، انا اعطيتها شويه من كتبي ودفعنا شيء 100 دولار كتب. مش افضل الواحد يسافر ويامن مستقبله برا؟ ايه اكيد طبعا. يعني تيكت تيكت اللي بيقدر يسافر ما بيوصلوا 3000. ايه يعطيك العافيه استاذ. هلو هلو. مرحبا. مرحبتين. حضرتك اليوم من وين؟ أنا من أمريكا. لبناني عايش بأمريكا. أوكي أنا غريب بس أمريكاني. أوكي. أوكي. عربي أصلي من لبنان. يا أهلا وسهلا فيك. عم تفهم علي شو عم بقول أو؟ طبعا ما فهم. تمام. أقساط المدارس بلبنان السكول، بتحس باللبناني مثل ما اللبناني بحس بالأجنبي؟ بالنسبة أنا اللي بسمعه واللي بتحدث فيه مع كل الناس اللي عمال بتحدث معهم، الأسعار كتير كتير غالية، المعيشة لا تطاق، لا تطاق هون عمالها في البلد. يعني اليوم صار اللبناني عم بيضطر يبيع عضو من أعضائه حتى يقدر يسجل ابنه بالمدرسة، مش حرام؟ هذا اللي أنا بسمعه. على الجماعة. طب بس كنت بالمدرسة بتذكر قد ايه كان القسط؟ لا والله أنا ما كنت أدفع قسط لأنه كانت أمي معلمة بالمدرسة، فكر مال هيك. عشان هيك مبسوط. لكن إيه لا بس دفعنا نحن قسط الجامعة 16000 دولار. لا يا لك لا. هل صرنا اليوم بده يبيع كل الواحد اللي عم يعلم اولاده للاسف؟ unfortunately خاصه هلا اللي اسوا من المدارس ان الجامعات. unfortunately شو الوضع؟ مش دوبه لون تريبل صار، كنا ندفع 3 صرنا بندفع 6. كتب، شو وضع الكتب والشنط؟ الشنطه المدرسيه اليوم اغلى من شنطه السفر؟ اكيد صار بال 50 دولار 60 دولار. يعني بتسافر وبتروح وبتجي وما جبت شنطه. يوم القلم أنا محافظ ال 30 40. صار بيعمل ألم يعني شنو نعمل؟ حلو هالتوقيع ولو هالفقر نعم شو قدر بس المدام يا رفت تهيئ لك ونقدر نعيش هذا. شكرا لك. هذا نعيش هذا التفاؤل. الشنطة ورغم الكتب هذا كان حلقتنا من شو رأيك مشاهدي. الله معي. شكرا لك. كان معكم تشرف الحين محمود كهلبي.